زي ما انتم عارفين لم تقم ضد حزب سياسي، هي قامت ضد النظام، حاول مسك الدين السياسي، حاول بكل طرق ان يخول لنا انه المرسل من السماء بتعليمات واضحه من الله لتطبيقها على الشعب المصري وبدايه دوله الخلافه. فعندما نقف ونقول لا للاحزاب الدينيه، ليس هذا حربا للدين ولكنه دفاعا عن الدين، لان هذه الاحزاب تختطف الدين لصالحها وتحتكر الدين لنفسها وتفسر الدين من منظورها الخاطئ الغبي الذي ادى الى تدمير كل الدول التي وصلوا اليها. النهارده نعلن رسميا وفاه التيار الديني داخل البرلمان المصري. الارقام تقول ذلك. حتى بعض التصريحات اللي بيطلعوها يمين وشمال وكل يوم في الاخبار او وسائل الاعلام، يعني هي مضحكه. الحقيقه انه كان عندهم 400 وكسور نائب في البرلمان، النهارده ما كملوش 15 نائب. الشعب المصري خطى الخطوه الاساسيه والمهمه في حملتنا النهارده. استجاب لمناشدتنا ليهم. استجاب لعزلهم سياسيا وعزلهم انتخابيا.